وفي مشهد مؤثر أبطاله جنود الخط الدفاع الأول وعائلاتهم وأبنائهم، نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مفاجأة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لأولئك الذين عملوا ليلا ونهارا في الخطوط الأمامية مبتعدين عن أسرهم وحياتهم الخاصة، مكرسين حياتهم للخدمة العامة في ظل جائحة كورونا. أنتوا أبطالي. السلام عليكم حبايبي. شهد غاية، أنا وايد مشتاقت لكم. بكل أمانة أنا فخور. وطنكم فخور فيكم. عواش حبيبتي. أحبكم أحبكم وايد وايد وايد. وكنت أيضاً جمال في هذا البيت. طول الوقت والله طول الوقت معاكم، طول الوقت أفكر فيه. حبايبي بعد كل هالأزمة وكل اللي صار، ماما بترجع وبتعوضكم عن كل اللي صار، برجع لكم مفاجأة. جميلاتي رمايل وشمة، أبطالي سعيد ومحمد. شكرا لكم جميعا على صبركم وتحملكم لنا فترة غيابنا. في قلبي تعرفون هالقلب يسعكم أنتو حق شهد وحق أشوف صوركم أتذكر أنتو وايد قويات وايد على اللي صار وعلى هالأزمة اللي قاعدة تصير، صبرتوا مع أمكم وايد. أنتوا أبطال ماما وأبطال الوطن.